كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كيفما عودت جمعية طنجة مدينة التلاميذ ديال البكالوريا كل عام نسخة جديدة ديال جامعاتي فوروم. هذا العام هذا نسخة السادسة اللي جات في حلة جديدة، طبعا كيفما سبق وتقال نسخة اللي هي رقمية 100%، اللي حاولنا ما أمكن أن نتأدبطوا مع التدابير الاستثنائية وما نحرموش التلاميذ ديالنا من هاد الأوبورتونيتي هادي. طبعا الخدمة على هذا المنتدى هذا حاولنا ما أمكن أننا نتبازاو على المشاكل وعلى الاحتياجات ديال التلاميذ البكالوريا. هاد النسخة هذه لهذا العام هذا غتكون رقمية 100% بما أننا كنحترموا التدابير الاحترازية، وغنقدموا فيها واحد المحتوى اللي غيكون ديال التلاميذ البكالوريا واللي تبازينا فيه على المشاكل ديالهم وعلى الاحتياجات ديالهم. هاد المنتدى هذا اللي غيكون ان شاء الله من 26 فبراير الى حدود 6 مارس. بالنسبه للثلاث ايام الاولانيه 26 27 28 غيكونوا فقرات اللي كيهموا التلاميذ واولياء الامور ديالهم على حد سواء، فحال مثلا كيفيه التعامل مع الوطني، امتحان الوطني، كيفيه ان الاباء انهم يتعاملوا مع الابناء ديالهم، كيفاش التلاميذ انهم يحلوا ما امكن تكونسونطراو على التعلم الذاتي فقط وماشي ايضا ماشي التعلم التقليدي. وطبعا انطلاقا من 28 فبراير الى حدود 6 مارس غيكونوا معنا دي دومين ديال لي زيكول مختلف الانواع ديالها والمجالات وتخصصات، كليات، مدارس، معاهد ديال سواء الاقتصاد، الهندسه، كليه الاداب، كليه القانون، ان شاء الله. وطبعا اخترنا اوقات اللي غيكونوا ملائمين تلاميذ البكالوريا. بالنسبة نهار الأولاني ونهار الثاني غيكونوا إن شاء الله غنبداو من 3 يعني في العشية باش التلاميذ غيكونوا مقريين شي. بالنسبة نهار الأحد غيكونوا نهار كامل إن شاء الله بما أنه يوم عطلة. بالنسبة لو غيست ديال لي زيكول اللي غيكونوا مفرقين على السيمانة نهار الاثنين حتى نهار السبت، اخترنا العشية انطلاقا إن شاء الله من 7:30 باش التلميذ طبعا كيكون دخل للدار ديالو وسالى القراية ديالو وارتاح وغيقدر يتبع ويستافد. أننا ماشي ديك الشعار اللي هو عندنا هذا العام اللي هو شباب رائد في مجاله منخرط في المجتمع اللي باقي، غادي نرجعوا ان شاء الله مع لجنه المحتوى ونعرفوا الماهيه ديال هذا الشعار هذا. دونك بغينا نحققوا التاثير المراد من هذا الشعار هذا. اذا كنا اليوم ان شاء الله على موعد مع ندوه صحفيه للكشف عن برنامج النسخه السادسه من مشروع جامعه فوروم. هذه النسخه ان شاء الله اللي غادي تبدا انطلاقا من الجمعه القادم ان شاء الله الى غايه 6 مارس. اذا هذه النسخه ان شاء الله غادي تكون نسخه استثنائيه بحكم السنوات الماضيه، يعني الخمس نسخ السابقه كنا يعني كننظموا نسخه حضوريه، كنكونوا عندنا يعني ندوات، محاضرات، كذلك يكونوا عندنا اروقه ديال المدارس العليا كيكونوا حاضرين فيها طلبه كيقراوا فيها كيجاوبوا التلاميذ يعني الاسئله ديالهم حضوريا. لكن على العكس من ذلك هذه السنه ان شاء الله غادي تكون نسخه رقميه 100%، لكن حاولنا ما امكن ان نحاول نحافظوا على نفس الكونسيبت. غيكونوا عندنا فقرات اللي هما محاضرات، دي طابل غوند، كذلك ورشات اللي غادي نخدموا فيهم مع هاد التلاميذ هادو. وعيشني الفرق انه غيكون ان شاء الله فيرتوييل، يعني هاد التلاميذ هادو غادي يكونوا حاضرين معنا يعني افتراضيا. دونك ما عليهم الا انهم يتسجلوا عبر اللي بغى يعني يستافد من هاد الحضور الفعلي ديال المنتدى، ما عليه الا انه يتسجل عبر رابط الجمعيه طنجه مدينه بويما ويكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. كذلك كنذكر انه غادي يكونوا لقاءات تفاعليه ابتداء من الاحد الى السبت ان شاء الله. حاولنا ما امكن اننا في البرنامج ديالنا يعني يكون البرنامج ملائم للتوقيت ديال القرايه ديال التلاميذ، يعني حاولنا ما امكن ان نبداو من 7 العشيه عاد نبداو هاد اللقاءات التفاعليه اللي غادي يكونوا فيهم ديزانيماتور اللي هما ديلوغيا ولا طلبه كيقراو في هاد المعاهد هادو، يحاولوا ما امكن انه يجاوبوا على جميع التساؤلات ديال التلاميذ وما يخليو عندهم حتى يعني ابهام في هذا المجال هذا ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.